السلام عليكم المتتبعات العزيزات والمتتبعين الأعزاء، فينما كنتم كنتمنى إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. السلام عليكم مازيغني نوتي مازيغيني ريفيين تيريفيين ماني مهتم، نتمنى إن شاء الله يا ربي العالمين أتيرين بخير وعلى خير والصحة أتيري مليح إن شاء الله يا رب العالمين. كنرحب بكم جميعا في هذا الفيديو ديال هذا النهار. هذا الفيديو ديال هذا النهار خاص للآباء والأمهات، حنايا على وشك الدخول المدرسي، الله ييسر الامور لجميع المسلمين يا رب العالمين. بزاف ديال الاشاعات اللي كتروج انه تم تاجيل الدخول المدرسي لهاد السنه 2023 2024، والحقيقه انه ما تاجلش الدخول المدرسي، والدخول المدرسي غادي يكون ان شاء الله يا رب العالمين 4 شتنبر 2023، اللي هو يوم الاثنين، باقي غير يومين ان شاء الله او 3 ايام وغادي يكون الدخول المدرسي ان شاء الله. الله ييسر لجميع الاباء والامهات يا رب العالمين، وييسر لانهم في هذه الفتره هما المعنيين وهما اللي عليهم تمارة، خاصهم يوجدوا الكتوبة لوليداتهم، خاصهم يوفروا لهم المحافظ، الطبليات، اللوازم الدراسية كلها. الله يسهل الأمور، والصراحة كيكون الاكتظاظ بزاف على المكاتب وبزاف ديال الكتوبة. بنادم كيتلف في المكتبة مول المكتبة، الله يحسن العوان، كيكون عليه بزاف ديال الضغط. خاص الآباء والأمهات اللي كيمشي يقتاني الكتوبة والأدوات الأولاد ديالو، خاصو يركز مزيان، لأن مول المكتبة يقدر يعطيك شي حاجة غلطة، يقدر يعطيك شي مستوى غير المستوى ديال الإبن ديالك ولا البنت ديالك. ولكن الإنسان خاصو دائما يركز، يدي معاه ديك الورقة ديال الكتوبة باش يشوف الكتوبة اللي لقاهم واللي ما لقاهمش، واللي ما لقاهمش خاص يدير عليهم علامة على أنهم ما توجدوش، لأنه الإنسان كينسى، كيقول يمكن جبت كل شيء وفتالي كتكون شي حاجة مفقودة، خاصة الكتب ديال اللغة الفرنسية والإنجليزية والكتاب ديال الانفورماتيك، دائما كيكون فيهم الخصص، لأن المول المكتبة كيجيب واحد الكمية محدودة كتسالى دغيا، في التالي منين كيدير الكوموند الثانيه كتعطلو. لهذا ان شاء الله كنتمنى ان شاء الله ربي ييسر لكم الامور باش تلقاو الكتوبه كاملين الابناء ديالكم. ويعني اللي كانت كتعطي لوليداتها التليفون في العطله تحاول ما امكن يعني تسحبوا منه شويه بشويه، لانه ما كتتفقش القرايه مع التليفون. صراحة بزاف ديال الأبناء والبنات صافي ملي كيولفوا في داك العطلة أنهم كانوا كيلعبوا في الطابليت ولا كيلعبوا في التليفون، كيجيهم صعيب أنهم يتحيد لهم صافي، وكيبقاو مهووسين به. خص الإنسان يعني يدير الدرجات قبل يبدا يحيدو، يسحبو من الإبن ديالو ولا البنت ديالو شوية بشوية، باش منين يوصل الموسم الدراسي ما يبقاوش مرتبطين بالهاتف، لأنه كيشتت ليهم العقل ديالهم، وراه الهاتف مضر بالنسبة للتلميذ، بالنسبة للطفل الصغير، خاصة المستوى الابتدائي كيشتت له الأفكار، ما كيخليهش يركز في القسم. يعني صافي ما كيكونش عنده، كيفكر غير فوقاش يمشي للدار باش يستغل ويلعب في داك اللعب ديالو ديال التليفون، ولا المهم ولا الحاجه اللي كيستغلها في التليفون ديالو. لهذا كنتمنى ان شاء الله من الاباء والامهات انهم يوقفوا هذه الوقفه ويحبسوا تليفونات الابناء ديالهم ويشجعوهم. وان شاء الله راه العام دغيا كيفوت، راه سبحان الله، راه حنايا دابا الموسم الدراسي بدا، غادي يبدا ان شاء الله يوم الاثنين، وصافي دغيا الايام، سرعه الايام يعني دغيا كتفوت. والله يوفق الجميع، وعودة ميمونة اولا لجميع الاطر الادارية بالنسبة للدولة العمومية، راه غادي يبداو غدا إن شاء الله. اللهم يسر للجميع، لا العام لا الخاص إن شاء الله، لا التعليم العام لا التعليم الخاص، الله ييسر إن شاء الله الأمور. وبالنسبة للأساتذة الأطر التربوية، راه غادي يكون الدخول ديالهم يوم نهار جوج في
شو تنبر ان شاء الله الالتحاق باش يسنيو. كنتمنى ان شاء الله ليهم مسيره موفقه وعوده ميمونه ان شاء الله للجميع يا رب العالمين، وعوده ميمونه للابناء ان شاء الله. حتى نتوما يعني خاصكم تشجعوا الابناء ديالهم ديالكم، باش لانه بزاف اللي كنسول كنقول له واش شبعتي العطله، كيقول لي لا مازال ما شبعتش العطله. راه واخا هزينا عام ديال العطله ما غاديش نشبعوا، ولكن خاص دائما يعني بالنسبه للاباء دائما يشجع الابن يدير الحد الابن ديالو، يقول له راه العطله شنو، راه العمل، اي واحد في الحياه راه كيدير شي مهمه. هو المهمه ديال الطفل حاليا هي القرايه، راه كتعتبر بحال العمل ديالو، كيهي راسو انه من الصغر انه كيتعلم انه كيكون عنده شي واجبات، ماشي دائما اللعب 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 اللعب، راه ما كيدير والو، لان اللعب عنده الوقت ديالو، القرايه عندها الوقت ديالها، المساريه عندها الوقت ديالها، الخدمه عندها الوقت ديالها. يعني كيعطي لكل ذي حق حقه، ما غاديش يجمع كل شيء صافي. يعني منين كي دابا الدراري الصغار هذا هو الفكر ديالهم، ولكن التوعيه منين كتكون، كتكون من الدار اولا، من الدار الوالدين، وثانيا والمدرسه حتى هي كدير التوعيه وكتساعد، ويعني كيكون الكفتين متوازنتين، كتكون الاسره والمدرسه ضروري يكون واحد التوازن بيناتهم، واحد الاتصال بيناتهم، واحد الموافقه باش داكش كيتكتمل، لانه اليد الواحده لا تصفق. وكنتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع، والله ييسر لجميع المسلمين، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. يلا موعدنا ان شاء الله ابناء مؤسسه السنابل يوم الاثنين ان شاء الله، راني توحشتكم كاملين ومرحبا بكم، واللي بغى يتسجل يجي جديد مرحبا، راه التسجيل مفتوح. والى اللقاء يلا الى فيديو اخر.